سنة أولى إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. خلصت يا شيخ؟ لا في اتصال. سم؟ طيب طيب. معنا مداخلة يا إخوان. أحمد. يمكننا ما جهزت الواصل إذا كلمنا واصل. طيب دقيقة يا شيخ. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ. حي الله الإخوان. أهلا وسهلا شيخنا الشيخ عبد الله المطرق الله يحييك. أهلا وسهلا. يا مرحبا بأهل قناة الواقع. ترى أنا ما دريت ما أنتوا تدقون علي ولا عرفتكم. مسموح مسموح يا شيخ الله يرفع درجاتك. يلا حي يلا حي. كيف حالك يا شيخنا الغالي؟ يا مرحبا مرحبا بأهل الدعوة. أنتوا ما شاء الله يعني مستغلين هذا الوقت في الدعوة إلى الله، وبشركم أن الدعوة إلى الله وظيفة الرسل وأتباعهم. الحمد لله. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيل الله، الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم وورثوا وظيفته وهي البلاغ. والوظيفة الدعوة أشرف الوظائف. يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا يعني شرف عظيم لأهل الدعوة الذين يشتغلون في الدعوة إلى الله تعالى مثلكم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نرجو الله أن يصلح نياتكم وأن يصلح أعمالكم وأن تكونوا سببا في صلاح الناس وتكاتفهم وتعاونهم. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الدعوة ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، له مثل أجر فاعله. فكل من اهتدى على يديك كل من اهتدى على يديك يبشر بالأجر العظيم. الحمد لله. يبشر أنت بالأجر العظيم لأنك كنت سبب في هدايته، فلك مثل أجره. وإذا اهتدى أحد على يديه فأيضا لك مثل أجر، لأنك أنت سبب من اهتدى، من اهتديت بسببه. هذا خير عظيم يا إخواني، خير عظيم. وأنا أوصيكم بإخوانكم الجاليات خيرة. الحمد لله الحمد لله. فإنهم قدموا إلينا في هذا البلد وشاركونا في النهضة، فهم إن شاء الله على خير ويستحقون الإكرام والدعوة. ونريد منهم أن يكونوا أعضاء فاعلين، يعني عندما يقومون بأعمالهم يكونوا محتسبين. بعض الجاليات يقوم عمله على الغش والخداع وبغض من يتعامل. هذا يا إخواني والله سبب في نزع البركة. البركة ما تكون في الرزق ولا في الراتب إلا مع النصح والإخلاص والصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والله تعالى يقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حقيقة أنا يعني معجب بالشيخ فهد التويجري وبالإخوة القائمين على مكتب النسيم، وأعرف جزءا من جهودهم وأشكرهم وأدعو لهم، فهم يخدمون
هذا البلد ويخدمون هذا الدين ويرحمون إخوانهم الذين قدموا إلينا في هذا البلد كضيوف يشتغلون ويشاركوننا في بناء البلد والحضارة. فأشكر الشيخ فهد وأشكر الإخوة القائمين عليه وأشكر الإخوة من الجاليات الذين قدموا إلينا، والحقيقة أن عملهم يعني يستحق الإشادة، وأنني أذكرهم بإخلاص النية لله. ترى يا إخواني، إذا أخلص الإنسان في عمله أدرك خيرات الدنيا والآخرة، وإذا نسأل الله العافية والسلامة فقد الإخلاص فقد الشرط الأساسي في العمل. فأنا أذكر إخواني وفقهم الله أن يتآخوا ويتعاونوا ويتكاتفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني السعودي والبنغالي والهندي والمصري كلهم إخوة في الله، يتعاونون في تشييد حضارة هذا البلد ويستفيدون من ذلك الرواتب التي يأخذونها، ونحن نريد أن يأخذوها ببركة، وأن يقدموا مع عملهم هذا إخلاص واجتهاد وبذل عمل صالح. فالأجير إذا اجتهد استحق أجره بجدارة، وبارك الله في عمله وبارك الله له في أجره. حقيقة أنا أذكركم بأن الدنيا بلاغ، وأن الذي ينجح فيها هو الذي يتوجه إلى الله تعالى. من توجه إلى الله أعطاه الله سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يحلف ربي أن يحيي حياة طيبة. أسأل الله أن يرزقني وأن يرزقنا بذل الجهد والإخلاص في العمل، وأن ينفع بنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله وبارك فيكم. شكرا يا شيخ. ونفع بكم. وأشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا الدكتور عبد الله المطرق على هذا الكلام الثمين والغالي، وسأل الله أن ينفع ما قلت وأن يوفق إخواننا جميعا.